وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الغوطة الشرقية الدكتور حمزة أبو اليسر، مدير مكتب الجمعية الطبية الأمريكية سامز. دكتور مرحبا بك، بداية صف لنا الوضع الطبي في الغوطة الشرقية وخاصة بالنسبة للأطفال. الله يعطيكم العافية. أهلا بك. بالنسبة للوضع الطبي للأطفال في الغوطة الشرقية، بصراحة وضع مزري، كارثة إنسانية عم تستمر من أكثر من حوالي 4 شهور. نحسن نقول بالغوطة الشرقية أدوية الأطفال تكاد تكون يعني نادرة بشكل كبير، تغذية الأطفال، حليب الأطفال نادر بشكل كبير، في غلاء شديد بأسعار المواد الغذائية في الغوطة الشرقية. هذا الشيء أدى إلى سوء تغذية حتى عند الأمهات المرضعات. يعني هلأ رحنا عندنا مشكلة عند الأطفال تتعلق بالأطفال بحد ذاتهم وحتى في أهل الأطفال. يعني نحن بنقول دائما صحيا أنه الطفل لازم يوضع من حليب أمه أفضل من الحليب الصناعي، ولكن هلأ حاليا حتى الأمهات ما قادرين إنه يرضعوا أبنائهم لأنه بالأساس عندهم سوء تغذية. فلهيك الوضع في الغوطة الشرقية صحيا سيء جدا، في عنا حالتين وفيات نتيجة سوء التغذية، سحر ضفدع 34 يوم، في عنا طفل محمد عبد السلام سنة ونص، هدول وفيتين نتيجة الحصار، نتيجة نقص المواد الغذائية الشديد، نتيجة الغلاء الفاحش بشكل كبير للمواد الغذائية، بالإضافة في عندنا نقص شديد في الأدوية وخاصة أدوية الأطفال. نعم، يعني في ظل كل هذا الحصار وكل هذه الصور التي يعني تدمي القلب حقيقة، تقريركم ما زال يحذر من مصير قاتم ينتظر أطفال الغوطة. ما هي أبرز الاحتياجات حتى يتم تلافي هذا المصير القاتم؟ يعني هل هناك مصير قاتم أسوأ مما هو عليه الآن؟ ولتجنب هذا السيناريو، ما هي المتطلبات الأساسية؟ الحقيقة أخي إحنا هلأ حاليا في البداية، إحنا حاليا في آخر موسم الصيف، في بداية فصل الشتاء. يعني حاليا حتى الآن ممكن الناس أن تأكل بعض الخضار المزروعة في مزارع الغوطة الشرقية، بس بعد شهر آخر نتيجة دخول فصل الشتاء هاي المحاصيل مثل البندورة، مثل الخيار، مثل الباذنجان، مثل بعض الخضروات اللي مزروعة في الغوطة بعد شهر حتختفي من الأسواق، وبالتالي نحن حاليا في بداية المشكلة. المشكلة حاليا في بدايتها، وإذا ما أخذ إجراءات إسعافية سريعة حتتفاقم بشكل كبير. طب المطلوب لتلافي هذه المشكلة أولا نعم. السماح بإدخال المساعدات دون قيد أو شرط، ثانيا فتح المعابر التجارية لدخول المواد الغذائية بشكل حر. يعني أنتم ككادر طبي عامل في مناطق الحصار، يعني 107 أطباء فقط ل400 ألف نسمة تقريبا، كيف تستطيعون تقديم الخدمات الطبية للمدنيين في ظل نقص حاد في الأدوية؟ الحقيقة نحن الأطباء بتعرفوا نحن عدد الأطباء في الغوطة الشرقية حوالي 107 أطباء، يعني كل 3500 نسمة لهم طبيب، وبالتالي الأطباء عم يشتغلوا دوام مضاعف. طبعا في بعض الأدوية اللي ممكن نحن نشتغل عليها، في بعض الأدوية أو خلينا نقول العلاجات المحلية ممكن نحن نستخدمها. احيانا بيكون العلاج بالتطمين فقط، يعني بتعرفوا احيانا بعض الامراض ممكن تشفى بشكل عفوي. نعم. فنحن مجرد ما نقول له لاهل الطفل او حتى لمريض بحد ذاته اذا كان من البالغين، بنقول له ممكن انك تنتظر شوي، ممكن انك تاخذ كمادات مثلا اذا في حراره، ممكن انك تاخذ بعض العلاجات البسيطه اللي ممكن تساعده حتى يتلافى هي المشكله. هلا بالنسبة للناحية الطبية نحن عم نحاول نتصل قدر الإمكان، عم نعمل مفاضلة بين المرضى، المريض اللي بيكون ممكن تكون حالته خطيرة جدا ممكن نعطيه من الدواء الموفر حتى الآن، أما الحالات الخفيفة فنحن عم نوقف
إعطائهم للدواء، حرصا على إنه نستمر في تقديم الخدمة لأطول وقت ممكن. هذا الشيء اللي عم نسويه بالوطن نعم في ظل نقص الإمكانيات، نقص الأدوية. دكتور، هل ترون استجابة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لنداءاتكم وتحذيراتكم؟ الحقيقة بالنسبة لنداءاتنا وتحذيراتنا يعني ما تاخذ صدى إلا بعد جهد جهيد وبعد حملات كبيرة وبشكل منقوص وبشكل خلينا نقول ضئيل. يعني دخلت من يومين قافلة مساعدات غذائية بتكفي 10% من السكان من ناحية التغذية لعشرة أيام فقط. بالنسبة للأدوية اللي دخلت تكفي سكان الغوطة لمدة 3 أيام فقط، يعني مو أكثر من هيك. فلذلك الأمم المتحدة دائما تحتاج إنه النظام العام يسمح بدخول المواد الغذائية والطبية إلى الغوطة الشرقية. الأمم المتحدة بلسانها بتقول هناك في مراوغة من النظام في إدخال هذه المواد الطبية والمواد الغذائية. نعم فيعني بصراحة المشكلة صارت معقدة، المشكلة كلياتنا صرنا بنعرفها نعم وبظن ما في حدا بهالدنيا إلا ما بيعرفها. يعني الموضوع فصارت يطول المشكلة إنه في دكتور، استفسار. ويعني في أمل أن نكون في مداخلات أخرى وتغطيات أخرى، ويكون الحصار قد فك تماما عن الغوطة الشرقية. من الغوطة الشرقية دكتور حمزة أبو اليسر، مدير مكتب الجمعية الطبية الأمريكية سامز، شكرا جزيلا لك.